إذا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الجامعة الذي يطل عليكم عبر شاشة الغد المشرقة الفضائية كل أسبوع. هذا الأسبوع سنطل عليكم عبر قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة والبترول. سنسلط الضوء كالعادة على طلاب الجامعة وسنتعرف بشكل مفصل على هذا القسم الجميل والذي يحوي في تفاصيله الكثير من الأشياء الفنية. كونوا معنا لنستمتع سويا بهذه الحلقة التي سنطل عليكم عبر طلاب الجامعة عبر قسم الهندسة المعمارية. أهلا بكم. إذا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي سلطنا فيها الضوء على قسم الهندسة المعمارية، وبنجلس مع الطلاب وبندردش معاهم وبنتعرف عليهم بشكل أكبر. أهلا وسهلا فيش في برنامج الجامعة. نتعرف على اسم الكريم. أبرار باحكيم. أهلا وسهلا أبرار. تخصص ومستوى هندسة معمارية مستوى ثاني. ما شاء الله تبارك الله، هندسة معمارية تعتبر من التخصصات الجميلة والفريدة واللي فيها أقرب إلى الفنانين التشكيليين إلى الرسامين وما إلى ذلك، وبلا شك يحتاج إلى جانب آخر اللي هو جانب الخيال. فالخيال مع الرسم بيطلع حاجة جدا أساس التصميم أصلا. أيوة بيطلع حاجة جدا حلوة، ولا سيما دائما البنات يعني قريبات للرسم ربما أكثر من الشباب. يعني هذا التخصص ربما ينطبق بشكل كبير جدا أيضا على البنات وينطبق على الشباب، لكن لما نتكلم على جانب إبداعي، جانب رسمي، جانب أفكاري، جانب خيالي، تحصله ربما قد يكون أيضا عند البنات. إيش اللي خلى أبرار تدخل هذا التخصص وحابة أنها تكمل فيه، وهل بتشتغل مستقبلا فيه ولا عبارة عن شهادة جامعية على الرف؟ لا طبيعي أني بشتغل، ما بدرس بتعب 5 سنين في النهاية بقعد على الرف. التخصص من زمان إن أنا صغيرة وأنا مختارة معمارية، يعني كنت قلت إذا بعد الثانوية حصلت تخصص ثاني أفضل أو شيء ممكن أغيره، بس إنه في النهاية ثبت عليه. نفس الشيء بحكم إني رسامة، يعني عن تصاميم فنون تشكيلية بشكل عام. رسامة أنت في الأصل؟ أيوة. موهبتش يعني؟ أيوة أصلاً. جميل جميل. فالمعماري كان يعني أكثر شيء بستغل فيه موهبتي، بستغل فيه إنه جانب علمي يعني بقدر أشتغل فيها وأصل فيه. ونفس الشيء الواحد لازم يختار تخصص عن شغف، يعني بيقدر يسوي شغله وهو مستمتع فيه. تطلع النتيجة أكيد بالراحة أفضل، يكون أسهل عليك حتى وأنت في عز الكرف تكون مزحين. إحنا المعماريين تقريبا أكثر ناس في الأقسام كلها مكروفين، دوامك من الصباح لين العصر، ترجع الليل تواصل تكاليف، بس بالنهاية إنه ما تحس بالضغط عليك، ما تحس إنه ملازم، لا كله رسم تلوين تصميم كله. أفضل شيء إنه ما أنت مقيد، الدكتور برضو ما يقيدك، يعني بس قواعد الأساسية. في النهاية أنت بعدين أنت وإبداعك أنت وتصميمك، ما في شيء كذا، ما تحس إنك محصور. يعني الناس اللي ما يحبونهم ينحصرون بشيء ما يحسون. أكيد. ما يحب، في كثير ناس ما يحب انه يحس مضغوط او شيء خاص يكره هالشيء ذا، لا المعماري مكان مناسب. اكيد تاخذ راحتك ترسم تصمم تبحث انت برأي واحد، ما في شيء ابدا يقول لك لا غلط انت سويت غلط، لا في اسم ذوقك، ممكن بعدين اشياء بسيطه تنسيك حاجه بسيطه، قواعد وكذا قواعد اساسيات بسيطه، الباقي كله يرجع لك انت وذوقك. يعني جميل. لو تكلمنا ايضا حتى على جانب مثلا الجانب الاكاديمي، بعض الدكاتره وهو الصح اصلا يعطون الطالب مفتاح التخصص، مفتاح الماده، مفتاح القاعده، مفتاح الاساس هذا، وبعد ذلك الطالب هو اللي قاعد يبحث، هو اللي قاعد يطلع، هو اللي قاعد يتناقش مع زملائه وزميلاته حتى يكون الاستيعاب بشكل اكبر وبشكل موسع. هذا التخصص يعتبر من التخصصات اللي لها اثر واقعي، فجلوسنا في البيت بناء على عمل معماري، تحركاتنا في المنطقة بناء على عمل معماري، وجودنا الآن في هذه الساحة بناء على عمل معماري، الشوارع، المدن، المناطق، في أي، هو في النهاية في كل حياتنا أصبح هذا العمل موجود. باختصار إيش يعني ليش الهندسة المعمارية بشكل أو بآخر؟ لو يعني خير ليش إنك تبدلين تخصص إلى تخصص ثاني وربما يعني يرد بالمال الوفير ما شاء الله تبارك الله وبالعمل المريح مثلا، هل بتختارين إنك تبدلين ولا لا متمسكة تماما لأن الموهبة غالبة عليش؟ هو إذا بختار في تخصص ثاني فهو برضو بيكون تخصص له علاقة بالموهبة، يعني 3D animation. نفس الشيء، عمله مريح بالبيت، بس ان المعماري يعني ما هو تخصص مش موجود اصلا في المعماري، 3D مش موجود، والارتباط يعني وثيق بالميديا وبالاعلام وبالشغلات هذه. لا هلا 3D يعني مرتبط بشكل كبير جدا، جزء من تصاميم الالعاب، مرتبط بلاي ستيشن والالعاب الاشياء. فاذا خيرت قد يعني حتى اذا اخترت يعني قد اختار المعماري برضه. يعني مؤثر على ايش؟ بالذات نحن عايشين في اليمن طبعا، ولا في معماري، حتى الفلل، حتى الاشياء اللي نشوفها فخمه اللي نشوفها بتنى طلعه جديده، لكن اذا جيت شفت طلاب المعماري كل واحد يعجبهم، كلها تصاميم قديمه، ما يستخدمون تصاميم مودرن، ما ادري
ما في اشياء جديده حديثة، يعني على عكس اللي ندرسها نحن ندرس اشياء بس لما جاء ارض الواقع ما تلاقينها مطبقه. يعني تشوفين انه اللي تدرسون انتم عباره عن اشياء خياليه وهميه؟ مو اشياء خياليه، اشياء بسيطه بس هنا مش عارفه ايش اللي يبنون حاجه ما يسوونها على نفس الشيء اللي نحن ما تكون ندرسها. على الواقع مش على الواقع، اشياء العالم كله يبنيها يعني هنا، بس اليمن اللي متراجعين خطوتين حبتين ورا. فنقول ان شاء الله انه اذا الان افتتحت مشاريع سوى اشياء فقد يحتاجون معماري، اكيد انهم بيحتاجون اكيد. على الأقل يعني في أمل إنه نطلع شوي من اللي درسناه وتعبناه وقاعدين نسويه في الورق. أكيد بلا شك، والآن الطفرة موجودة ما شاء الله تبارك الله، البنائية والإنشائية، وبناء على ذلك بتتوفر لكم فرص عمل كبيرة جدا. لا غير إنه حتى فرص العمل المعماري الحلو فيها إنه مش أنت عملك يكون حر، تفتح لك مكتب وأنت في بيتك تشتغل، أنت في بيتك أنت تفتح لك مكتب، مش أنت تحس يعني يكون يعني بزنس خاص فيك، مش إنه عمل أنت مقيد يعني تحت تشتغل تحت مصنع تحت شركة تحت مقاول تحت لا. لا أنت لك الحرية كاملة إنك هو أساسا أحس رأيي الشخصي أساس الأشغال اللي ما بجلس عمري كله موظفة أو كذا يعني، لا أخرج شوية. فالمعماري يضرب لك الاثنين بواحد، مشروعك الخاص بنفس الوقت تشتغل براحتك وشغله حلو يعني. وابرار ناوي انها تفتح مشروعها الخاص مستقبلا ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله اكيد. بعدين الحلو برضه انه بعد مستوى ثالث او رابع يعني تنزل على طول تحتك بسوق العمل، مش انه لا شرط انك تكون تخلصت، لا يعني تاخذ الاساسيات بس في الجامعه وعلى طول بدك تحتكاك بسوق العمل. جميل. في نقطه التقاء بعلمش اياها او بخبرش اياها يعني، بعطيش معلومه اياها وقد 100% قد انها تكون موجوده عندش. الان لما تكون حرمه مهندسه معماريه بلا شك يعني الرجال لما حاب انه يبني بيته او يبني فيلته اول ما يكلم المهندس مثلا لو راح عند مهندس في النهايه بيرجع لهذا المخطط لعند من؟ لعند البيت، عند اهل البيت اذا كانت والدته او اذا كانت زوجته، فبيرجع بيسيرهم في كبر الصاله او كبر المطبخ وكبر الغرف. فهذا الشيء بيسهل للنساء المتخصصات في جانب الهندسه المعماريه بشكل كبير جدا، انهن بياخذن الاشياء اللي تحتاجها المراه في البيت. فبتاخذ بالذات اذا كان تصميم داخلي او تصميم ديكور اكيد يقدر الرجال ما يتفاهم همه بس المدخل واسع ومكان سياح بس، لكن هذا بيلعب دور كبير جدا في انك تكسبين اكبر عدد من الزباين في المشروع الخاص مثلا، وللنساء بشكل عام يعني المتخصصات في هذا المجال. انا يعني زملائي نعرفهم من سن معماريين يقولون لي دائما شنو احنا اكثر من 7-10 مرات رايحين جايين، تحصل الرجال رايح عند زوجته جاي، رايح عند والدته جاي، في النهايه ايضا اهل البيت لهم شورى ويعني مؤثرات بشكل كبير جدا، لانه المراه هي بتجلس البيت يعني غالبيه وقتها واللي تختار يعني بغتك يعني. ايوه، فهذه نقطه ربما تلعب دور كبير جدا وبارز في انكم تسوقون انفسكم بطريقه او باخرى بشكل كبير جدا. طيب ابرار نفسك تودين تكملين ماستر دكتوره؟ يعني على حسب، مش فاكر ما ادري والله، يعني اهم شيء بشوف ايش اذا خلصت البكالوريوس شفت شيء ناقصني يعني. احيانا في الاشياء اتعلمها مش شرط انه شهاده، مو عشان شهاده بتكملين عشان انك تجين تدرسين في الجامعات ولا مو لا 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 مش جوش؟ لا لا انا درست معماري عشان بنزل بشغل مش عشان اقعد ادرس. مش عشان تدرسين يعني جوش مش اكاديمي انما جو جو مهني جو عملي. جو عملي، مع انه حتى التدريس في المعماري يعتبر نوعا ما عملي، مش انه شرح وخلاص خلص، لا يعني نوعا ما هو اصلا عملي، بس لا احب ما تحبين قعده الدراسه. جميل. طيب ايش الرساله تحبين توصلينها لجميع طالبات الثانويه اللي حابات وفكرا يدخلن هندسه معماريه، تنصحينهم بشيء، تقولي لهم شيء سلبي، تقولي لهم شيء ايجابي عن هذا التخصص حتى يكونن على درايه؟ انت الان عندك خبره سنتين في المقاعد الدراسيه وبتكون عندك درايه بالمعلومات الموجوده، فايش تقولي لهم؟ اول شيء المعماري تخصص حلو ما يقيدك بشيء، يعني اللي عندها تحس انه مثلا عندها ابدايه موهبه، مش شرط موهبه رسم، موهبه الرسم تسهل عليك، يمكن تختصر لك الوقت، لكن بالاساس مثلا احيانا تصوير، احيانا في ناس عندهم ملعب بالفنون مش شرط انه رسام رسام، فعادي مصمم مصور اي شيء قد ينفع برضه، اهم شيء الخيال، انه اي فن له علاقه بالخيال انت كتبت. ف برضه انه محتاج شويه صبر، شوي صبر، مش لانه متعب، لا لانه ياخذ عليك بس وقت، تعب في الوقت يعني الوقت يكون ما يكفيك. فاللي تكون تحس انها مشغوله كثير، بعض الناس يملون على طول يعني كذا شغلتين لا خلاص تمل يعني، ولا ما عندها ميول بشكل عام للفن للتصاميم، ده يحسبون المعماري كله بناءات وانه اشياء صعبه، لا فرق بين المعمار وبين المدني فرق سماء الارض. فالتحب يعني مجال الديزاين مجال الفنون بشكل عام لا بينفعها، بتحبه وبتستمتع فيه، ولا واحد تقريبا تخرج معماري وقال لك المعماري لا مش ممتع. جميل. طيب فلما يطيقون المعماري على طول من اول سنه يحولون اصلا يروحون على طول من اول سنه. طيب على طاري الخلاصه بس، شاركتي في معارض معينه؟ ذكرتي انك رسامه وانك فنانه تشكيليه وكذا. كل ايوه كثير فعاليات. ابرز يعني معرض رسم شاركتي فيه وكنت سعيده جدا انه كانت لك بصمه فيه؟
والله في كثير معارض شاركت فيها، في الذكرى السنوية لمرسم ملتقى الفن، شاركت برضه تبع مرسم ملتقى الفن ورشة، في برضه في فعالية مطوعون آخر شيء في ما شاء الله. التجاريات، في التجاريات برضه على حديقة الكورنيش. ما شاء الله تبارك الله، في كثير من المشاركات. كثير كثير أيوه. جميل، التوفيق يحتويكم والقادم أجمل، ونلقاكم بإذن الله وأنتم يعني معكم مكتب في مجال الهندسة المعمارية، وتكونين بإذن الله من المهندسات الأوائل الموجودة اللي وضعت بصمتها في الميدان، مش على المقاعد الدراسية، على الميدان بإذن الله. شكرا لك يا أبرار. إذن أعزائي المشاهدين، لازلنا مع بعض مستمرين طبعا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج، فتعالوا معنا ومع الكاميرا ونشوف مع بعض. نتعرف على واحد من الشباب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نتعرف على اسم الكريم. أحمد محمد العمودي. حياك الله يا أبو عمود، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج الجامعة. حياك الله. المستوى الدراسي كم متخصص؟ والله مستوى ثالث هندسة مدنية. هندسة مدنية. أيوه. ما شاء الله. طيب معكم تمرين، شوف القاعة كلهم مشغولين ما شاء الله. أيوه في معنا تمارين حق ما قبل الاختبارات الشهرية. ما شاء الله تبارك الله. والمادة إيش من مادة درسونها التمارين؟ هذا تحليل إنشائي. تحليل إنشائي. أيوه. يعني هذا في عملية البناء بالضبط؟ تحليل المنشآت الخرسانية بالضبط. ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني إيش اللي خلاك تختار هذا التخصص هندسة مدنية؟ في الكثير من التخصصات، إذا كانك تحب وتهوى الجانب الهندسي، في كثير من التخصصات الموجودة، هندسة معمارية، هندسة مدنية، هندسة مثلا بترولية، كثير من التخصصات. إيش اللي خلاك بس ترغب الهندسة المدنية، ولا سيما إنه فيها جهد كبير جدا جدا جدا؟ والله زي ما تقول إنها حلم الطفولة. من يوم ما كنت أنا صغير حلمي في الهندسة، كنت ما أحتار ما بين الهندسة المعمارية والمدنية، بس لما خلصت الثانوية سويت في بحث على الهندسة المدنية والمعمارية وفضلت المدنية. المدني أفضل وأقرب. أي. إيش اللي خلاك تختاره؟ أقرب بحث. أقرب لميولي زي ما تقول. طيب الآن بإذن الله يعني باقي لك كم سنة إن شاء الله وتكون تخرجت بإذن الله. إن شاء الله. بتشتغل في نفس تخصصك ولا بتروح تخصص آخر؟ لا لا أكيد في نفس التخصص. طيب لو حصلت مثلا عمل في بزنس أكبر أو أكثر من هذا التخصص اللي بتحصله، هل بتروح ولا لا؟ الرغبة هي اللي يعني لها دور كبير جدا في أنك تكون شغال في نفس التخصص اللي درست فيه في سلك الجامعي. والله شوف البلاد حقنا مش زي البلدان اللي برا، شوف الواقع اللي يحكمك أول شيء. يعني ممكن تحصل الواحد تخصصه في شيء ومجاله في شيء ثاني، وممكن انه يبدع اكثر من تخصصه. اكيد. وبل انه بعض احيانا قد نشوف مثلا حتى عندك زي الاعلام، تحصل انه واحد مش تخصصه اعلام. ايوه في كثير زملاء. أيوة. عندنا يعني تخصصه. أيوة. مثلا طب. ايوه تخصصه وابدع في مجال الاعلام اكثر من اصحاب اللي تخصصوا الاعلام. ايوه. جميل. زي ما تقول كده كل واحد بعدين توفيق من ربك وربك يسهل. جميل. طيب يعني في قسم الهندسه المدنيه، ربما كطالب جامعي انت تحتاج الكثير من الامكانيات الاقتصاديه للوصول للجامعه، المواصلات، التكاليف، كيف مثلا انت كطالب جامعي تتخطى هذه المرحله؟ هل تشتغل الفتره المسائيه؟ كيف تسوي بس عشان تحاول على قول ذاك ترتب حالك ماليا وبرضه دراسيا؟ والله شوف زي ما تقول الوضع المادي الحمد لله، في من ناحيه الاهل ما قصروا معنا الحمد لله. جميل. أيه. بس في بعض الطلاب ما يقدر انه يضطر انه يشتغل فتره مسائيه، اما بالنسبه لنا الحمد لله. جميل. أيوة. طيب بعيد بيتكم من الجامعه ولا قريب؟ لا في الديس. في الديس. أيوة. يعني تحتاج باص او مواصلات خاصه. أيوة. جميل. بعض الطلاب وقفوا قيد خلال السنوات الماضيه او خلال السنه هذه ايضا بسبب انه الرسوم ارتفعت حقه المواصلات، وبعضهم يجوا من الغيل، وبعضهم من الشحر، بعضهم ايضا من مناطق بعيده، يعني ربما قد يوصل الفتره الى ساعه ونص الى ساعتين. كيف يسوون في هذه الفتره الصعبه الاقتصاديه بعد ان وقفوا القيد وانتم استمريتم في الدراسه وهم وقفوا قيد؟ كيف تشوف الوضع؟ ايش اللي يحتاجه الطالب الجامعي؟ والله شوف يعني زي ما تقول بتضرب ماشي فايده، اضربنا مرتين، مره شهرين، والمره الثانيه اكثر بدون اي نتيجه. بدون اي نتيجه، فما حد يسوي لك شيء. إذا عندك إمكانية إنك تواصل واصل، ما عندك ممكن إنك توقف قيد أو ممكن تستدين من حد زي كذا. جميل. أيوه. بالتوفيق إن شاء الله، ونشوفكم بإذن الله في يعني بنايات وعمارات يعني على المستوى التطبيق إن شاء الله. إن شاء الله نخدم البلد وما نقصر. شكرا لك.
إذا لازلنا أيضا نتعرف ونحن الآن في قاعة من القاعات الدراسية هنا في قسم الهندسة المعمارية ونتعرف على الشباب. ياسر العمودي. حياك الله ياسر. فارس سليمان باكر مو. حياك الله العمودي ياسر أو فارس. ياسر. فارس باكر مو. ياسر وفارس معنا ياسر وفارس من قسم الهندسة المعمارية مستوى كم؟ مستوى ثاني. مستوى ثاني. ثاني. ثاني برضو ما شاء الله تبارك الله. أول شيء المعذرة جينا لكم وأنتم مشغولين بالتمارين تبعكم ومشدوهين بالأشياء التي كلفتم بها من قبل مثلا معلم المادة أو مدرس المادة في القسم. قسم الهندسة المعمارية من الأقسام الجميلة حقا واللي تعتبر أيضا من الجوانب اللي فيها فن فيها إبداع وفيها خيال أيضا بشكل أكبر. بسألكم سؤال، ليش دخلتم هذا التخصص؟ والله أنا عشان أحب يعني أحب الرسم، أحب الفن، أحب الألوان. أكثر تخصص شفته مناسب الهندسة المعمارية. جميل. الهندسة المعمارية هل هي عبارة عن فن ورسم وألوان فقط ولا واسعة؟ واسعة طبعا. إيش اللي فيها؟ عرفنا وعرف المشاهدين. يعني واسعة مثلا من قبل مثلا حجم البيوت، مساحات الجدران، مساحات سمك الجدران، أشياء أكثر من فن، أكثر أشياء هندسية إرادية. جميل. طيب الهندسة المعمارية أنت اخترتها بقناعتك برغبتك ولا أجبرت عليك من قبل التخصصات اللي اخترتها في الجامعة؟ أكيد بقناعتي التامة. الهندسة المعمارية تخصص جميل جدا ومجال واسع. الهندسة المعمارية بحر، إن كان بجانب الديكور أو جانب البيوت. الهندسة المعمارية لها يعني جوانبها كثيرة جدا، إن كانت مثلا هندسة معمارية تاريخية، هندسة معمارية حديثة، في الديكور طبعا. يعني الديكور الداخلي الآن، ديكور الداخلي طبعا يختلف من طالب لطالب. يعني هنا في جامعة حضرموت يوجد لدينا مواهب كثيرة، يعني ليست مواهب يعني إنما مواهب مختلفة. يعني ما شاء الله. إن كان في الرسم، إن كان في الخيال، إنسان يعني يجيك طالب خيالي، خياله واسع، يعني تكون النتيجة جدا يعني جميلة ورهيبة. جميل. طيب المشاهد قد يسأل الآن ونحن قد نسأل، الهندسة المعمارية إيش تخصص الهندسة المعمارية هذا؟ إيش اللي يضيفه مثلا للجانب البنائي؟ طالب الثانوي أو أنا صاحب تخصص آخر حاب نتعرف بشكل أكبر، إيش اللي بيضيفه لي صاحب تخصص هندسة معمارية؟ هذا العمل أو البنايات يعني أقيمت قبل ما يجي اسمه هندسة معمارية. الآن في ناس أيضا يشتغلون هذا الشغل وهم أصحاب خبرة، ربما قد ما يكونون درسوا ولا شيء أصحاب خبرة. أنتم كأصحاب تخصص إيش اللي بيضيفونه لهذا الجانب البنائي؟ طبعا نحن ما بنقدر أو لا نستطيع أن نفعل يعني شيء كبير بجانب الهندسة المعمارية. لابد أن يكون يعني نكون في مجموعات، يعني تكون أفكار مختلفة. يعني مثلا الهندسة المدنية، تخصص المدني، لا يعني يتكاملون المعماري والمدني، في تكامل بينهم بحيث تكون في نتيجة جميلة ويعني مرتبة. تكون يعني الهندسة المعمارية يعني ناحية جمالية والمدنية تنفيذية. طيب إيش اللي يقوم به المهندس المعماري؟ أنت الآن مهندس معماري وبنبني بيت، إيش اللي تقوم به بالتفصيل؟ طبعا إحنا نجيب لك الأشياء المتناسقة والمناسبة والمريحة لمساحة الأرض. مثلا مساحة الأرض، مثلا عندك مساحة هذه القاعة، يعني بين الطاولة والطاولة تكون مساحتها كم؟ 70 مثلا. وبين الباب مساحة عرض الباب وارتفاعه والصبورة، يعني مسافة الصبورة للطالب والكرسي تكون يعني متناسقة مع بعض، ولها مقياس محدد. يعني نتراوح بين معينة تمشون قواعد عليها. نمشي عليها من حيث هذه القواعد أنت وأفكارك، تبدأ بالقاعدة بعدين تبدأ بأفكارك أنت كمهندس معماري ومواهبك. جميل. طيب لو تكلمنا أيضا على مثلا الشقق، على العمائر، على الفلل، آلية تصميمها، مثلا بعض الأشخاص قد يجي لمهندس معماري أو طالب في الهندسة المعمارية حاب أنه يصمم مثلا شقة أو حاب أنه يصمم دور أو دورين مثلا، ويطرح مثلا بعض الشروط
اللي هي قد ما يستوعبها صاحب البيت وحاب انها تكون موجوده في مخططه. كيف تقدر تقنعه انت كطالب مثلا؟ اكيد واجهت انه في واحد قال لك ايش رايك نسوي، ايش رايك نسوي جست شارك، فكيف تواجه هذه العقليه انه لا والله انا ابغى بسوي كذا وهو مش عارف انكم انتم تمشون على قواعد على اسس على معايير معينه، لانه انتم برضو تحسبون حساب لصاحب المدني بناء على الخرسانه وما الى ذلك من هذه الامور. يعني مثلا الحين لو كان مثلا المهندس مدني يقدر انه يستشيره يقول له مثلا نجيب صاحب الشقه او العماره اقول له مثلا هو يبغى يبني عليها في الارضيه، فبقول له اذا هو يبغى مثلا شيء يعني ما هو موجود في الشروط بوريه مثلا امثله من المدني ومن المعماري توضح له اذا كان هذا الشيء يعني كويس ضمن الشروط اللي هو يبغاه ولا لا. جميل. يعني باختصار عملكم تكامل بين الهندسه المعماريه والهندسه المدنيه. طيب اصعب المواد اللي درستوها في قسم الهندسه المعماريه، كل قسم وكل تخصص فيه مواد صعبه وفيه مواد سهله، كلنا مرينا عليها. اصعب المواد اللي الطلاب بشكل عام يعني بالكاد يخرجون منها سليمين يعني؟ طبعا يختلف من طالب لطالب. في عندك زي ما قلت لك الطلاب مواهب، مثلا كجانب المنظور عندنا ماده المنظور، مثلا صديقي ياسر ممتاز في المنظور، انا متوسط. مثلا انا في الرياضيات في الحسابات انا ممتاز في الحسابات، لكن ياسر عكس ذلك متوسط او عكس ذلك. زي ما قلت لك الهندسه المعماريه مجموعات، كل واحد فيه مواهبه وصفاته الخاصه. يعني هذا ياسر يعرف في المنظور يعرف يسوي واجهات، مثلا واجهات بيوت انا اعرف مثلا احسبها لك حساب واجيب لك اياها بالمقياس المطلوب ومثل كذا يعني. جميل. طيب لو تكلمنا على العوائق اللي تواجهكم كطلاب جامعيين، الطالب الجامعي في الفتره الحاليه وربما كثير من الصعوبات وكثير من العوائق وكثير من ضعف الامكانيات، يعني اذا كان في الحياه الجامعيه او اذا كان حتى في الحياه الخارجيه الاقتصاديه، فايش من مثلا عوائق موجوده عندكم اقتصاديه او حتى جامعيه مثلا؟ تقريبا الحين اكثر يعني اكثر مشكله شائعه اللي هي الباصات والتنقل، فما يعني ما حد ياكلها الا الطلاب المساكين. مثلا الحين مثلا الصرف نازل والبترول يعني نازل، لكن اصحاب الباصات لا زالت اسعارهم مرتفعه، فما حد يعني يواجه هذه المشكله الا الطلاب، فعنده مشكله كبيره مع التنقل. جميل. رسالتك اللي من يهمه الامر في هذا الجانب ايش تقول لهم؟ اكيد يعني ظلم كبير للطلاب، واحد يبغى يجي يدرس ما يقدر يدرس بسبب غلاء يعني المواصلات. اكيد. وكثير من الطلاب تكلموا حتى قالوا انه بعضهم وقفوا قيد، يعني عجز عن تسديد مثلا صرفيات الباصات وفطوره ومواصلاته. طبعا كثير من الطلاب من زملائي وقفوا قيد. طبعا لكل مشكله حل، يعني انت عندك مشكله لابد من حلها، خصوصا في ناحيه التعليم شيء مهم، وشيء مهم من ناحيه يعني جميع النواحي، إن كان خاصة وعامة، إن كانت للمجتمع أو للفرد، فلا بد حل أي مشكلة تواجه التعليم. جميل. هذا بالنسبة للمشكلة والعائق. يعني الإمكانيات بلا شك، يعني نحن نمر بظروف ربما اقتصادية وربما ظروف سياسية، كيف الإمكانيات مع التخصص هذا؟ بلا شك ربما تخصصكم يحتاج الكثير من الآلات والإمكانيات، كيف أنتم معه؟ جدا تكلفة جدا مكلفة في المعماري، تحتاج تقريبا أسبوعيا شراء أدوات وأوراق للتخصص، أقلام خاصة قد تكون بعض الثمن، أقلام خاصة وبعضها أوراق خاصة وألوان والرسم البياني هذاك الكبير، ما شاء الله شغلاتكم طويلة عريضة يعني. طيب مستقبلا، هو سؤال يعني ختامي، مستقبلا فين حاب انك توصل؟ والله اكيد اني يعني اغير ولو شيء قليل من اليمن، طبعا يعني اني اكون شيء مؤثر في اليمن يعني اذا تخرجت. في نفس تخصصك ولا يكون تاثير اهم شيء؟ نفس تخصصي طبعا. جميل. التوفيق يحتويكم ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا. طيب وانت ايش اللي يشحذ الهمه عندك وحاب انك تكون مستقبلا ايش بالضبط؟ طبعا الشباب فيهم الهمه. جميع الطلاب عزم لك انه يريد ان يعني يصلح لو قليل في البلاد، بس نحتاج بعض الدعم
إن كان معنوي أو مادي، لكي يعني تكون البلاد في أحسن وأكمل وجه. يعني ممكن أن يعني الطلاب هنا خصوصا جامعة حضرموت، جامعة حضرموت يعني تهتم بطلاب، خصوصا عندنا في كلية الهندسة تهتم بطلابها ومواهبها. جميل. تعمل سنويا حفل ومسابقات رسم ومعرض، قبل فترة سووا معرض كان حضروا شخصيات مهمة جدا، وأود يعني وأتمنى أن يعني تكون خصوصا حضرموت واليمن عامة تكون يعني في أفضل وأكمل وجه في يعني من ناحية الطرق، من ناحية بيوت، من ناحية يعني أنت تجي تنزل اقتصادية، طبعا تنزل أنت في الشارع تشوف يعني جمال يلفتك، يعني أنت تشوف وجهك يعني تشوف وجهك في المراية حق العمارة. أيوة جميل، هذه نظرة معمارية على فكرة، يعني نظرته معمارية بشكل كبير جدا يعني، ونأمل بإذن الله أنه يكون هذا الكلام هو شحذ الهمة، وكلامكم عبارة عن درر أفضل من كثير من الخطابات السياسية المنمقة اللي ما لها داعي، ومثل ما يقولون اللي ما له داعي يا ناصر ما له داعي. فبعض الكلام حقيقة نسلط الضوء عليه بشكل كبير جدا، وطلاب الجامعة ولازلنا أيضا نحن طلاب جامعة مستمرين، والشاشة هذه لكم عشان ننقل صورتكم وننقل معاناتكم ونستمع أيضا لطموحكم وأمالكم. شكرا لكم على هذا اللقاء وعلى هذا الفرصة، وأعتذر نيابة عني وعن زملائي على قطعكم عن عملكم وعن تمارينكم. شكرا لكم. إذن أعزائي المشاهدين، في هذه اللحظات الجميلة ومن هذه القاعة، قاعة المرسم بكلية الهندسة والبترول بقسم الهندسة المعمارية، نطلع فاصل وبعد ذلك نواصل معاكم برنامج الجامعة. إذن عدنا إليكم أعزائي المشاهدين عقب هذا الفاصل، وما زلنا في قسم الهندسة المعمارية وبنتعرف على الشباب وبنتوغل أكثر في المواد اللي قاعدين يدرسونها وهم في هذا القسم. بس قبل كل شيء دائما نتعرف على الشباب والمستويات الدراسية تبعهم. نتعرف على اسمك يا غالي. سالم عوض. سالم بالشرم. حياك. المستوى معماري مستوى ثاني. ما شاء الله تبارك الله. أي دروس. صالح العطاس مستوى ثاني. حبيب ما شاء الله. مراد منصور بعمات على مستوى ثاني. حيا الله مراد، تفضل معي بسك. يحيى عمر بوهال مستوى ثاني. حيا الله بوهال أهل شبوة. المهندس محمد إسلام باقطيان مستوى ثالث. والنعم باقطيان، نسيت زميلك على طول. المهندس أحمد صالح بسلمة مستوى ثاني. والنعم بأحمد صالح، أهلا وسهلا فيكم في البرنامج، ودائما نجلس مع الشباب ونتناقش مع الشباب، ولازلت أيضا معكم شباب لا تظنون أننا شيبة. يعني قسم الهندسة المعمارية من الأقسام اللي فيها جمال وفيها إبداع وفيها فنيات وفيها رسم وكذا. في المجتمع يعني معروف عند الناس انه قسم الهندسة المعمارية هو من الأقسام اللي قد يكون فيها طلب كثير، كل الطلاب للهندسة المعمارية، صح ولا لا؟ والخريجين بعدين يتخرجون مش عارفين فين يروحون، الأغلب يروح لمكاتب خاصة أو حتى مكاتب عند ناس يشتغلون في قسم الهندسة المعمارية، والأغلب يروحون أيضا إلى تخصصات أخرى ويشتغلون عمل آخر تماما تماما. فرص العمل ضعيفة جدا جدا. هل بنظرتك توقع أنه الخمس سنوات الماضية تغيرت هذه الملحوظة وأصبحت فرص العمل أكبر أو لا؟ نشوف الشباب إيش يقولون. والله فرص العمل أكيد تغيرت معنا مع سوء ظروف، لكن كل شخص يدخل تخصصه وله رغبته، سواء دخل هندسة أو دخل طب أو دخل، كل واحد رغبته. يعني اللي بيدخل تخصص بيبدع فيه أكيد راح يحصل وظيفته أو راح ينشأ عمله الخاص، ما تفرق بين تخصص سواء تخصص ضعيف أو تخصص قوي، ما تفرق، كل واحد بإبداعه. أكيد. فرص العمل ما تكلمت يعني عن فرص العمل. فرص العمل والله مع سوء الظروف زي ما قلت لك يعني وارد إنها تكون فرص العمل ضعيفة، لكن الواحد يدرس وعلى ويشد حاله على نفسه. يشد حاله على نفسه. حد عنده مداخلة؟ جميل، حد عنده مداخلة يتفضل. طبعاً أختلف مع أخوي مهندس الآخر. جميل. طبعاً حضرموت في الخمس سنين الماضية شهدت طفرة ونهضة عمرانية كبيرة جدا، وهذا اللي لاحظنا يعني وتوسع من هذا المبدأ، وتوسع عمراني كبير. فأكيد مع التوسع العمراني يواكبه أشغال، يواكبه حركة، فالمهندسين
بالعكس الخمس سنين الماضيه تحرك سوقهم اكثر. اشتغلوا يعني بحكم النهضه العمرانيه. جميل. احد عنده مداخله ولا ننتقل؟ احمد صالح بن سلمى. اتي احمد. طبعا بالنسبه يعني لفرص العمل طبعا هذا يعتمد على الشخص نفسه على المهندس، فتجد بعضهم يعني هو يدرس مثلا في مستوى خامس تجد انه يشرف على اعمال، يطلع على اعمال، فلذلك يعني يعتمد هو على المهندس وعلى شطارته وذكاءه. وطبعا هذا الهندسه المعماريه هي عمق خيال، يعني عباره عن تخيل وعن افكار وعن ابداعات، واذا انت يعني دخلت رغبان في التخصص توصل الى مرحله انك تتمتع وتبدع في هذا التخصص. فلذلك يعني يعتمد على الشخص نفسه، الشخص نفسه وعن ابداعاته وعن شخصيته في المجتمع. جميل. واحمد يعني برضو اطلق باب يعني من الجوانب المهمه اللي هي تسويق الذات، انك تقدر تسوق ذاتك، مش ضروري انك لما تتخرج تسوق ذاتك وانت في المقاعد الدراسيه. ودائما كانوا يقولون نحن حتى في السلك الصحافي في الجامعه كانوا يقولون نحن القاعات ما تخرج صحفيين، يعني مهما سلطت ملازم، مهما حفظت اخبار صحفيه، مهما فهمت القواعد اللي يعطونك اياها، في النهايه القاعه هذه ما بتخرجك انك تكون صحفي. وبالنسبه لكم عملكم فني بشكل كبير جدا، فمستحيل ان القاعه تنزلك كمهندس معماري مدني والى ذلك من هذه الجوانب الهندسيه الجميله. هذا بالنسبه لوجود فرص العمل الموجوده. وفي النهايه مهما كانت ان فرص العمل ضعيفه وضئيله، يقدر الطالب الجامعي يصنع او الخريج الجامعي يصنع لنفسه فرصه، يصنع لنفسه مكتب مصغر، مش ضروري يستاجر باب بألف ريال سعودي، لا، يقدر في بيته يخرج له كروت ومكتب، وفي النهايه بيته، واي لقى مع اي عميل، مع اي صاحب بيت، مع اي صاحب عقار يلتقي به في مقهايه. كثير من الشباب على فكره شغالين على هذا المستوى، ومن هنا يجي الكدو ويعرف قيمه العمل وقيمه القرش اللي قاعد يدخل وقاعد ينزل. جميل. هذا بالنسبة لفرص العمل. طيب أحد منكم يأمل أنه يكمل الدراسات العليا ولا خمس سنين يكفي يا شيخ؟ ها؟ نسمع مراد صح؟ أي نعم، أتوقع خمس سنين كافية. هي بعدين بعد الخمس سنين كل واحد يشوف إيش يقدر عليه، يعني في بعضهم يكون تأمل أنه يدرس في جامعة مثلا زي الدكاترة زي هذا، فبيزيد سنتين ماستر على حسب حسب اللي يبغاه. طيب. أو كان إذا ما يبغى يا خمس سنين بعدين بتفتح لك مكتب على كلامك، أو بتشوف لك أي مشروع خاص فيك وعلى الإبداع اللي أنت فيه. كل ما زدت في الإبداع كل ما جاك قبول أكثر من جميل ناس. طيب لو تكلمنا أيضا على نقطة تعتبر جميلة جدا، الآن الإنترنت يعني أصبح واسع جدا، وبإمكانك توصل لأفضل المهندسين العالميين أو العربيين عبر الإنترنت. الآن في مواقع تتيح لك التواصل، تتيح لك دخول دورات، الاطلاع على بعض المحاضرات، تكون معهم موجود في نفس القاعة، عرض أعمالك أيضا، قاعة إلكترونية، مهندسين موجودين. هل في جمعيات معينة داخل الجامعة تختص بهذا الجانب وتسهل للطالب الجامعي اللي هو البشمهندس بإذن الله مستقبلي، يعني تسهل له هذه العملية في تواصله مثلا مع الجمعيات العالمية والجمعيات العربية اللي تختص بهذا الجانب المعماري؟ هو طبعا فيه برامج كثير، وتعرف النت بحر، ففي برامج زي الزوم زي يقدم دورات، يقدم حاجات كثير على التخصص اللي تبغاه، اي شيء تبغاه موجود بيكون موجود بتحصله. بس من ناحيه اللي قلت عليه الجمعيات وهذا تقريبا انها الى الان ما سمعنا شيء ولا شفنا شيء. عندكم في الجامعه في جمعيات؟ خليني اكلمك انا من منطلق اني عضو في جمعيه القسم هنا معماري. جمعية القسم كل سنتين يسوون انتخابات. كل سنتين يسوون انتخابات، يدخلون أعضاء جدد. طبعاً في البداية يكون واحد متحمس. أكيد. فنعرض خطط ونقدم ونروح ونطلع ونجي، لكن المشكلة في الدعم المادي. خصوصاً ما بعد الحرب الوضع المادي في الجامعة أصبح ضعيف. والإمكانيات بشكل عام ضعيفة جداً. ضعيفة. فجمعية القسم ما نعول عليها كثير. لكن الجمعيات الخارجية مؤخراً تم إنشاء هيئة المعماريين اليمنيين حول العالم. جميل. مسكت تقريباً جميع نواحي التخصص من مثلاً لاندسكيب، الحدائق إلى آخره. فجمعيات في جمعيات، لكن زي ما قلت لك إن الوضع خصوصاً وضع البلد في الفترة الأخيرة كان صعب شوية، فالدعم المادي برضه قل. جميل. ذكرت في سياق حديثك لاندسكيب، إيش لاندسكيب؟ اللاندسكيب اللي هو الموقع العام، زي مخططات الأحياء، مخططات كبيرة، تخطيط المدن والمناطق يعني. جميل. جميل الإضافة هذه. الجمعية هذه اللي عندكم موجودة داخل
داخل القسم بايش تعني؟ ايش اللي بتضيفه للطالب الجامعي؟ حابين نعرف بايش بتخدم الطالب الجامعي هذه؟ طبعا يوم في بدايه قلت لك في بدايه كل سنه يسوون خطط، الخطط ايش تشمل؟ ايش يحتاج الطالب الجامعي؟ كمعماري ايش يحتاج؟ مثلا طلاب مستوى اول، اول ما يجون يدخلون الجامعه جمعيه القسم هي اللي تستلمهم وزي ما تقول ترحبهم، تسوي لهم تسوي لهم حفل ترحيب، حفل تكريم وكذا، وتعرفهم بالجامعه، الدرجات، الدكاتره الى اخره، انه طالب من الثانوي يجي ينقلب على الوضع تقريبا. اكيد. ف زي ما قلت لك انا جمعيه القسم تستلمهم مثلا تسوي لهم حفل في الاستقبال. ثانيا تسوي لهم دورات، ندوات، هي تحاول انها زي ما قلت هو في الاول والاخير طلاب يعني من القسم والى القسم. اي اكيد. فهم يحاولون يبذلون جهد انهم ايش ينفعون زملائهم. يعني يسوون مثلا محاضرات او دورات او ندوات خارجيه خارج الجامعه. خارجيه وحتى في مثلا قاعه المؤتمرات موجوده. يسوون في قاعات ويستضيفون مثلا من اعضاء هيئه تدريس او حتى من خارج مثلا. جميل، الجهود هذه حلوه وجهود جباره، تضاف ايضا للجانب الاكاديمي اللي قاعدين يدرسونه. سؤال مهم جدا وربما من باب الطرفه ومن باب المرح، يعني ربما اطرف موقف حصل لاحد منكم في السلك الاكاديمي منذ اول يوم طرح رجله في الجامعه، موقف طريف جدا، موقف لا يمكن ينساه حتى لو بعد 10-15 سنه. من منكم عنده موقف؟ اكيد كل عندك موقف، اكيد اكيد كل واحد مننا مر بمواقف، حتى انا لما طرحت رجلي في السلك الجامعي مريت بمواقف. نسمع منكم. احمد صالح عندك موقف؟ ضحكاتك هذه ما وراها خير. ها طبعا كل واحد يمكن عنده مواقف، لكن بعضهم يمكن يقول لك انا ما بقول ولا عادي قول. يعني انا موقف يعني حصل لي، يعني واحد من الدكاتره كانت معنا تسليم، وطول الليل قاعد يرسم ورسم 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 وخطط وخطط، والصباح سهران يعني مواصل كارف نفسك يعني الخلا، ويلا وصلت لعند الدكتور. اي سلام عليكم دكتور، شوف الواجب كله غلط. خاف الله، قلت له شفنا طول الليل ما هو حتى بساعة من الليل، قال لي طول الليل وانت ترسم غلط، خاف الله ارسم صح على الاقل. يعني هذا ليش تسوي؟ تحطمت ولا ما تحطم؟ خاف الله يا تحطم والله، قلنا اللي بضوي في الشق العكس قدام السكن، عاد بروح للسكن. يعني موقف مره يعني تتعب بالتالي، لكن هذا طبعا طبيعي انك يعني كمعمار تتقبل الانتقاد، لابد تتقبل. ايوه يعني لابد تكون صدرك رحب وتجربة وتعتبر خبرة وتجربة، وشي طبيعي إذا ما فشلت ما بتوصل مكان، يعني لابد تعصدها. نعم. شي تعصدها في الرسم ما تعصدها في البنايات حقت الناس. لا توفيق إن شاء الله يحتويكم والقادم أجمل وأفضل. ما سمعنا صوتك يا أبو وهال، أهل شبوة. من وين من شبوة؟ من وين؟ إيش من منطقة وإيش من قرية؟ وإيش تقول لأهلك في شبوة؟ يحيى عمر أبو وهال من محافظة شبوة، مديرية الطلح، قرية كراث. بالنسبة لمنطقة كراثة منطقة ريفية، نقول لهم إن شاء الله نطورها في المستقبل أن تكون مدينة، هي عبارة عن الخط الواصل بين حضرموت وشبوة ما شاء الله، وإن شاء الله تقوم فيها البنيان وتكون مدينة سياحية إن شاء الله. إن شاء الله ليش لا، يعني ليش لا، وتراثية في نفس الوقت لوجود المباني الأثرية فيها. أيضا نقول لهم ان شاء الله نفيد نخدم المجتمع اولا، وخصوصا القريه ومحافظه شبوه كلها واليمن كله. بخصوص الجانب التراثي اللي ذكرته بيكون لك دور بارز جدا في المنطقه وفي القريه. الان اتجهت القرى واللي فيها حصون وفيها معالم واثار، اتجهت الى ترميم هذه المعالم وهذه الحصون وهذه الاثار، فابن المنطقه وابن القريه اولى بها انه يكون حريص على مثلا ترميم هذه المناطق بشكل يعني بطابعها المعماري القديم لكن مجددة بمواد أيضا قديمة وليست بمواد حديثة. ومثل ما أسلفنا دائما في بعض المواضيع أنه وأنتم أدرى بتكونون بهذا الجانب، أنه بعض اللي يرممون الحصون يرمونها بمواد مستحدثة، يعني مثلا حصن له 400 سنة له 500 سنة يجي يرمم بإسمنت، وهذه ربما من الأخطاء الفادحة اللي يكون فيها ترميم. وعلى قولنا باللهجة العامية الجميلة كذا بعيدا عن التلفزيون، بغى بيشمها خمق عينها، صح ولا لا؟ الله يفككم إن شاء الله يفتح لكم. وأنت ما عندك ملاحظة؟ أنا بغيتك تدخل معي، ما بغيت تدخل معي. بالنسبة اللي فاهمين تخصص الهندسة المعمارية هو عبارة عن تخصص إبداعي، بعكس ما يسمعونه عنه أنه تعب وسهر ونكد،
بالعكس هو امتاع وابداع، وعنده اي شخص عنده رغبه وشيء لا يتحطم من كلام الناس، هر ابداع بمعنى الكلمه. وبالنسبه لوظائف العمل بالعكس وظائف عمل كبيره وجدا، وهو بالنسبه شغل حر يعني تقدر تنطلق لحالك، ما تحتاج لا دوله تطورك ولا حاجه، انت حر تفتح لك مكتب. اكيد. وهاشتاج اشتغل على حالك. ايوه اشتغل على حالك عشان تقدر توصل باذن الله، والقادم اجمل وافضل باذن الله. انا شاكر لكم هذا اللقاء وهذه الفرصه، وان شاء الله باذن الله ما تكون هذا اللقاء اول لقاءات، نشوف لقاءات اكبر نحصلكم على مستوى افضل، ومستقبلا تبنون عقارات باذن الله، ناس هوامير ان شاء الله باذن الله. نلتقيكم باذن الله في لقاءات اخرى. شكرا لكم. اذا اعزائي المشاهدين كنا معكم في هذه الحلقه من حلقات برنامج الجامعه، ودائما اكون سعيد جدا اكون ما بين طلاب الجامعه، ونتذكر الايام الجميله ونتذكر المقاعد الدراسيه والمحاضرات والتكاليف، ومثل ما قال احمد صالح بن سلمى نسمر لما الليل الدكتور يقول لنا لا الاجابات كلها خاطئه، لكن ما فيش مشكله نتعلم ونستفيد ونتطور. وانا متاكد ان طلاب الثانوي اللي قاعدين يشاهدون البرنامج الان متحمسين جدا جدا للسلك الجامعي، فنتمنى لهم التوفيق والقادم اجمل وافضل باذن الله. قسم الهندسه المعماريه يحييكم هنا من برنامج الجامعه، نلقاكم باذن الله في حلقه اخرى، في امان الله.